يوميا التسعة متاع الليل على تلفزة تي في. يلا امشي امشي نرتجلوا يا اخي. نسالوا انا وسفيان شنو نغنيوا؟ شنو سفيان؟ انا مغربية تونسي. تونسي تفضل اعطيني رايك. اعطيني يا قول. يميمتي الغالية. نعملوا يميمتي الغالية ولا عجبين عصابة ايش تحبي انت؟ نعملوا عجبين عصابة. عجبين عصابة. يميمتي الغالية. يلا. جمهور يلا. نبدأنا؟ ايوه ابدا. امي مثل غاليه يا عيني من عيني مشتاق لك مشتاق لك مشتاق بعدك يا عزيز علي ليام لعبت بيا وكواني لفراق وكواني لفراق والله ماني ناسي لا صحبتي ولا ناسي ولا لما وسط الدار ولما وسط الدار لو تعرفي شنقاسي مع ناس ماهم ناسي وشرات عين غيار وشرات عين غيار وطال غيابي طال تعبني الترحال طال غيابي طال طال مترحال ندمت على هالحال دمع سقيقة وندمت على هالحال دمع سقيقة وحرق لشوال حرق لشوال وناري على الزينة يما ما جيتش اليوم عملتها فينا يما ولحالي يدوم ناري على الزينة يما ما جيتش اليوم عملتها فينا يما لحالي يدوم نعمل لك ثانية مزروعة اقتانية نعمل لك ثانية مزروعة اقتانية يا ونعمل لك ثانية يما مزروعك تانية تصفيقك يا حواد تصفيقك يا حواد على كل ما جاء برافو برافو خمسة وخميس عرف فوق بليل راس زمك غني له جاك شي من يملة يا بير ماتر يا بير ماتر يلا لو جاك شي من يملة يا بير جيك شي من يا برزمك يا بير برزمك جيك شي من يا لحظة لحظة ايش بك التراب خالتك من جية قلت لك غني لي وكا وكا ايه وحا 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 قلبي تجرحا اسمع يرحم والديك يرحم والديك غني لي اكذل لي وقت لالي وقت لالي واش تيقولوا فينا براس جنبك يا شانتير تيش تحكي ايه طاولة شنو تحكي معا روح ولد من باي باي مع السلامة باي باي صباح الخير ربي يفضلكم وربي يعيشكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير تصفيق سيبو سيبو سعدي وليد برافو سعدي وليد يلا سعدي وليد برافو برافو يعطيكم الصحة المنقية بالروح سامو سامو عروستنا كتب يلا مش نبدأ المسابقات فريق النينجا مع فريق الجمباز يلا فريق النينجا وفريق الجمباز الجمعة الفايتة ربحتوا ولكن خلطوا عليكم في الاخر وربحوا حاولوا تركزوا شوية ونبدأ بفريق نعملوا الوحدة الايتم تاعنا جمباز عيش عودة 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 يلا
نينجا العيطة 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 جمباز ايش يلا يلا نينجا 1 2 3 نينجا يلا نديروا بكم المسابقة. نبدأ السؤال الأول لفريق النينجا، ما تقلقوهمش نجم نعاونوهم؟ لا أي واحد تعاون ينقص لكم نقطة. خلينا خلينا توركز معاه. فعل برقشة، هل هو فعل في اللغة العربية نعم أم لا؟ نعم. فكر. جنت على نفسها برقش. برقشة برقشة قولك برقش برقشة هو معروفة على الأخر موجودة البرقش برقشة علي الحائطة يضرلي. يلا نعم أم لا آخر جواب؟ برقش جاوب أنت كنت البرقش والتبرقش. لا الجواب نعم. جاوب صحيح صفين وأنت أخطأت يا سعد. يلا ماش كلامي والله لا تسمح كلامي. السؤال اللي بعد صفر. تقعد ساكت أنت. قتلي لينا لشكون؟ ما هو لون الشمس؟ أصفر أبيض أم أحمر؟ أحمر أحمر غوش. يقول لك غوش كوم لسولي. يلا الجواب احمر. احمر طبعا اللون ابيض. قلتلكم ابيض. باباي وي شمس حمراء. لمير الحق لمير هي عمرك شيء. ما هو يلا فريق النينجا نينجا هذيك شمس في ما هو ذكر البط؟ العلجوم البط ام البطوط؟ العلجوم نحيها خاطر طائر العلجوم نعرفه. أي. بط البطوط بط ذكر البطة يدي العلجوم بكر البط. ركز يا ودي ركز. البط كيسيو بيج بطبوط عرفنا طاهر العلجوم. العلجوم اللي يبدا المنقار نتاعو هو كي هذاك تعرفوا العلجوم يا البط يا البلطوط يا البط يا البط. تعرفوا انت العلجوم تعرفوا العلجوم سعدي تعرفوا العلجوم. يلا الجواب يدارك يبقى الدغفل وقت الدغفل. البط الجواب غلط هو العلجوم. العلجوم لحباهي علاش خلط نعرفه مش نعرفه طيب. العلجون هذاك وصل حتى وصفوا راه قال هكا قشموا. يلا والله شكرا. هذا بيه وليد جاوبني. فعل تمعشق هل هو فعل في اللغة العربية؟ نعم تمعشق يتمعشق تمعشقا وجاء من العشق عاشقا. لا يوجد تمعشق. حيت برافو عليك. يلا جاوبكم لا يوجد. النقطة الأولى واحد. يلا يغزلوا سؤال بالفرنسية سيقرأه سعدي تفضل. تفضل سعدي. كونجيغي لو فيرب دي سيفوار او فوتور. كونجيغي لو فيرب دي سيفوار او فوتور. ما معنى دو سيفوار؟ سفير فرنسا سيفوار. ما يقول لك ثم تيست يقول لك ثم دوفوار ثم تيست. هذا اللي قبل دوفوار دي سيفوار. وليد شو معناتها دي سوفوار؟ دي سوفوار معناتها كي يبدا واحد معناتها متأزم يقول لك ديسو زي ديسيبسيون متأزم. فوالا فوالا دي سوفوار خي تي ما ديسو خيبت العمل. يلا ما ديسو نو ديكوفر. اقرا ثلاث احتمالات سعدي. نو ديسيفريرون على فان اس. اي نو ديسيفريرون ديسيفريرون على فان اس. نو ديسيفريون على 20 اس. يلا جوابك سعدي. فيتور فيتور سعدي فيتور يا سعدي يسهل عاد. نو ديسيفريون نو ديسيفريون. لا في سيف ما تعاونش. تعاونهم دول الثانيه ما تعاون. يلا فيسا ديسيفريون. لا اقرا لي. ركز ركز يا سفيان. ديسيفريون لولا صحيح. برافو عليك. برافو والجواب خطأ. خطأ قلت لك الثالثة سيدي. هار عليكم هار عليكم. ان فيغ دو تخوازيام جروب. فيتور دو سوفران. متى تأسست الولايات المتحدة الأمريكية؟ ستجيبني صفاء. اسأل نفسك. 1698 1776 ولا 1845 يا صفاء؟ 1698. الله عليك. خاطئ 1776. الله لا تربحك يا بلال. لا عاد غلطنيش عاد ليش غلطت فينا؟ الله لا تربحك. والله انا كنتش نجاوب 1776 واحد والله صفر. ما فهمتش علاش تعمل هكا تضرب على الاخرين يا جنباز انت. ضد بعضنا ضد بعضنا. والله لا فهمت علاش يعمل هكا والله. علاش تغلط فينا عاطينك فلوس وعندك ثقة في روحك وعندك ثقة في شخصك وعندك ثقة في نفسك ما يخلي حتى فيروس فيروس يبدل لك رايك. فيروس مش يبدل لنا راينا يبدل لنا. سفيان اقرا السؤال اللي بعد. صوت الصقر يتسمى
صوت الصقر يسمى قعقعة. اي سقسقة. اي غف غف غقغقة مش غفة قعقعة غف 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 قعقعة غلط. الجواب الاخر شو اسمه؟ غق غقا يا سفيان يغق غق غق يقول غق زدتوا في الصفر. غق 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 هذا السؤال الأخير ثم باش نلعبوا الميم ثم نرجعوا لزوز أسئلة حاسمة. والله مسكين النسر والله غلطوا.